السؤال يكون لكن بعد مورد ما علي شيء خلينا بعد مورد خيو انه في مسجد بابا يعطيك امام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه امين. إذا آكل على قصة أصحاب الكهف لأجل البعث حتى تفهموا البعث يوميا عم بقى معنا بعث ونشور وبدون شعور مننا كل يوم عند النوم وعند القعود، والبعث هو النشور بأنواعه. كل يوم من بنام النام ميت كالميت، ولا بكرة بقعد ما في شيء وعلى شغلته على عملته. فالبعث والنشور هذا موجود دائم يوميا موجود هكذا. قال الله تعالى ألف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم لما بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بخاطب إليه، لكن المراد نحن قليل، المراد هو الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر، بيجي معنا آيات كثيرة. شو الآية بعدها؟ لا بعد ايه؟ فر ايه؟ لا فر منهم بعد ايه؟ لوليت منهم فرارا؟ لوليت منهم هون الشاهد، لوليت منهم فرارا. رسول الله ما بيفر من شيء في الوجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الحق، مو أعطاه قوت الوجود، لا، كل قوت الوجود عنه ظهرت. هيك بتفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تفهموا في بعض عبارات، في بعض كتب، في بعض مشايخ، انه صلى الله عليه وسلم جمع ما جمع دخل كل الموجودات بأسرها مظهر له صلى الله عليه وسلم، وهو مظهر للحضرة الإلهية. حتى لو فرضنا الناس كلها ماتت لم يبقى إلا محمد صلى الله عليه وسلم لآل وحده في كل العبادات أجمع. وهكذا بقى في بعض آيات قرآنية الحق بخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم مشان نسمع نحن، نسمع الآخرون. ولا صلى الله عليه وسلم ليش بده فر؟ ما في شيء خوفه. غزوة حنين 12,000 انهزموا، لم يبقى معه إلا دون 100 شخص. سألهم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بين نفسه هداك الساعة ساعة الخوف، لازم ما حد يتخبى، لا، أظهر نفسه صلى الله عليه وسلم، لأن أمور الرسول كلها على بيان. قل الله عم يقول له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أي ما حدا بفهم إلا التابعين، هم التابعين للرسول صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والأحوال بالثلاثة. بده يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم بصير عنده ذاك النور، تلك البصيرة. عندهم فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الوجود كله عندهم نهار، ما في ليل. الليل لأهل الإيش؟ الجهل، لأهل البعد، وهكذا لأهل الظلمة هذا. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده ليل أبدا. هداك يا ليل طول يا شو قدوم هذول المحبين، والمحبين لا نرد عليهم إيش من تكلموا، لأنه ما المحققين اللي يرد عليه العارف بالله إذا تكلم كلامه ميزان. أما المحب يتكلم على حسب ما عنده، لذلك العاقل لا يرد على محبا بتاتا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قل له قول الوجود كله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الحق عم بيبين بشهد للتابعين ذاقوا ما ذاق محمد صلى الله عليه وسلم، بس فالوحدة ما بيمكن نصل إليها، وهي رسالة التشريع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الغلاء كله بالمزوقة من أولها إلى آخرها، كل شيء على ذاق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نحن عم نزوق بالتبعية. يقول بعض من دخل هذه المرتبة خط بحرا وقفت الأنبياء بساحله،
ما ادري، لانه خط بحرا محمديا بمحمد لا بنفسه. نعم قال سيدنا عيسى صادق لانه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، اما غيره مثل لا يقدر لانه بيغترق بروح بغرق في بحر محمد. محمد صلى الله عليه وسلم كتابه اسمه القرآن، اي الجمع القرآن موجود في التوراة والزبور والانجيل والصحف كلها موجودة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا تعرفوا اخلاق الرسول، كل رسول تعرفوا من كتابه، سيدنا موسى تعرفوا من التوراة، سيدنا عيسى تعرفوا من الانجيل، سيدنا داود تعرفوا من ايه الزبور، كل واحد تعرفوا من الصحف من كتبه. محمد صلى الله عليه وسلم موجود في كل الكتب وكل الصحف من اولها الى اخرها. لا، عنه ظهرت في التدريس، في التدريس ظهرت عنه الامم والرسل والانبياء، كل ظهرت عنه كلهم منه كلهم من بحره. هالسواعي كلها جاءت من بحره صلى الله عليه وسلم، مو تفهم الرسول جمع، الرسول جمع غلط خلط فعل ماض، مين بس عرباء خلط فعل ماض، لا، الموجودات مظهر لمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد جمع، لذلك محمد واحمد ومحمود ما في ولا لقطة عليهم ابدا، محمد واحمد ومحمود، محمد في الارض، احمد في السماء، محمود في العرش، الثلاث ما في ولا نقطة، ما في حجاب ابدا، صلى الله عليه وسلم ما في له حجاب بينه وبين ربه، لانه ما عنده غير ربه، والموجودات عم بشهد ويخلق ما لا تعلمون. كلمة ويخلق ما لا تعلمون اي الفلاسفة ما تفهمها والعلماء الا العالم بالله بفهمها، يعني كل شيء اللي الله عم بخلقه ما نعلمه ولا بيجيب بالنا ابدا، الله عم بخلق بعد ايش قال؟ قال الان عما يسوي الانسان يحمي الانسان، ما بحميه ما في ملك، لكن خلفه ينفخ فيه الروح ويتكلم ويحل، هي ما رحنا عليها، وهذه كلها مكر، كل مكر من الله، لانه هو العمان نفسه بيخترع اختراعات. امس 100 سنه ما كان موجود وبعد 100 سنه ما هو موجود، جاي يخترع عليهم ويخترع وهكذا، هذا ليس بصحيح كله، هذا مفهوم اهل التبعيه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا العلم لا يؤخذ من الكتب ولا دي. قال سيدنا موسى من الجفار والسيد الخضر، قال له اوصني، قال له تعلم العلم لتعمل به لا لتتحدث به، تعلم العلم لتعمل به. الرسول صلى الله عليه وسلم الاعمال كلها مظهر للعلم، العلم عنده، قال علمت علم الاولين والاخرين، اي اظهرها الرسول صلى الله عليه وسلم، اظهرها امام البعض منهم اهل الخصوص، الرسول صلى الله عنده كل شيء. فالعلم قبل العمل لابد منه البتة، العمل العلم عبارة عن اساس وعمارة، بدون اساس بتقع ادنى جوبة بتروحة، لا بد من الاساس. هلا كان واحد يعمر طبقة غير كم طبقتين، غير ثلاث طوابق، غير 10 طوابق، غير كثير، غير 70 طابق، كله الاساس على حسب العمارات. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال علمت علم الاولين والاخرين، ما بقى كلام، مو علم اخذه، مو اخذه من وراء، وراء اخذت عنه، اهل اوراء كلهم اخذوا عنه، اخذ عن ذاته، كل الوجود عن ذاته، كذلك اهل الله هكذا، علومهم كلها، لكن نحن نتيجه التوراة صحيح خالص، يقول والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هل علم الله يعلم كل شيء، بعلمنا كل شيء، لكن بس علم بمقدار التقوى، إلا في علم ثالث ذاك علم لدن، ذاك ما بقدر عليه إلا الذاتيون فقط، غير ذاته ما بقدر يتحملوا ابدا. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، هذول اهل الله، اهل الفهم، اهل الحقائق، هذول كلامهم خرج من ذاتهم،
مو اجى من بره، لانه باطنه فيه الرحمه. وما ارسلناك الا رحمه، واعلموا ان فيكم رسول الله. هذا كله من عنده، هذا اكله حلال، لذلك نظره حلال، كلامه حلال، سماعه حلال، ما بعمل حرام ابدا، لا بحكي بالحرام، لا بغتاب، لا بنم، لا بستصغر احد، لانه يشهد الخلاق هو الله. ما في صغير ولاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرة وفي اعين الناس كبيرة. هذا عرف من عرف. ايه ما بيجعله صبور لما يبتليه وما يلقاها الا الذين صبروا. واجعلني شكورا، ايه ما الحق بيعطي النعم، لان شكرتم لازيدنكم. قال واجعلني في عيني صغيرة وفي عين الناس كبيرة. هذا الميزان ما بختل ولا ذرة. قد ما بتشوف الناس انت بعينك صغار، هم بشوفوك صغير، وقد ما بشوفهم كبار بشوفوك كبير. هذا الميزان ما بختل ابدا ابدا ابدا. فهمتوا اولادي؟ فاذا اهل الله لما الحق بمن عليهم بالعلم الالهي، بالمعرفة الالهية، بالعمل، بالدعوة، بكذا، قولوا ذلك فضل الله. ما بنسبوا لهم، يقولوا ذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هو صعب الفضل، هو صعب الفضل، بده فضل، الفضل لا يذكر إلا بالفضل. والله الطارق انطرنا، ما بدك الفضل إلا بالفضل، لا بالعلم ولا بتعواني، تعواني محدودة، لكن الفضل الله مطلق، وكان فضل الله عليك عظيم. فموه فموت يا أستاذ يا المدرسين، فهموها، فضل الله بده فضل الله، لا يدرك الفضل الا بالفضل، وما في عنا الا المضاف اليه، كلنا مضاف، المضاف اليه هو الله، ذلك فضل الله، الفضل منسوب اليه سبحانه وتعالى. وهكذا بدها تقوى، بدها صحبه. ايش معنى في التقوى؟ انت ايش بدك تحاسب؟ اذا كان نفسك لسه وسخة، ما هي مهذبه، ما هي مؤدبه، ما شمت، ما زعقت، ما تأدبت، ما بعرف ابدا. جلسة بين ايدين اهل الله، اهل الله مو الحبابين ميرسة، حبابين ميرسة زرع كبابي على كبابي. اذا كان سيكارة ما بحسن سرطة، هذا كان زياد هذا الله. ومدعك هالشيخ؟ لا. الشيخ نحن بنعرفه ومنحده كما حد القصر. الشيخ عبارة عن خادم، خاصة سيد القوم خادمهم. بايش يخدمهم؟ بما اعطاه الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. استخلف في المال، في المعرفة، في القوة، بكل شيء بالله يستعملوا فيه. وهذا مثل ثمر الجنة. ثمر الجنة بتقطف الثمرة بطلع محل ثمرة أجمل وأكمل وأحسن. وهي في الدنيا موجودة مع أهل الله. مثلا رجل الرسول لبسه شيء من العطايا الإلهية، شاف رجل أعطائي هذه العطية، الرسول صلى الله عليه وسلم بيعطيه أجمل اللي أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم الله بيعطيه أعلى إلى ما لا نهاية. هكذا ثمر الجنة ما تفهموا إلا المعارفين بالله، العارفين مو المعرفة كثير، العارفين قليلين في الوجود يا شباب، ما أنتم العارفين بالله. والعارف يصلح أن يكون خادم للعالم، اما العالم ما عنده استعداد يخدم العارف، فان العالم نفسه حي موجود بزعم بغضب. اما العارف يعرف الامور، يبدا يتعدي معنا مع الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. الصغير فيهم اعلى مننا، اصغر نبي في الوجود اعلى من اكبر عارف في الوجود، لان النبي علمه ونوره اصلي ذاتي. نحن نورنا بالتبعية، هذا فرعي، ما في نسبة. نقول الخط بحرا وقفت الأنبياء بساحره، لا تتهموا أن نحن أعلى الأنبياء، لا والله، لا يا أولادي، لا لا، نحن خدنا بحرا محمديا، لكن بمحمد. قولوا لهذول الوهابية اللي بيقولوا ما يجوز بوس الإيد ولا الاحترام، قل له أنت يا وهابي يا أستاذ، هاي العمام بوسيده اذا زنى سنين حدا بوسيده؟ ابدا.
اذا ما عم بموت ايده له، عم موت الاشياء اللي الله ارانا اياه، الكمالات اللي الله خلع عليه، هي عم بموت نحن ما بفهم. قل له انت شو قل لك؟ قل له هالرجل عم بموت ايده اليوم، اذا بكره بلغنا زنا او سرق او عمل مخالف بموت ايده؟ لا والله ما عم بموت. اذا عرفنا ايش عم بموت، يد الله فوق ايديهم، هي عم بموت نحن. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هي بدها عين بصيرة، وعين صغيرة، وعين ضعيفة، وعين حولة، الحولة بتفرجي واحد اثنين، واثنين أربعة، ولا بيتخمن شيء، ولا بيدخل اثنين، اللي يكون واحد، أنا قلت لك قول أنت، أنت هذا واحد، هو اثنين، لأن الحولة هيك بتفرجي، هذا ليش؟ أصل التركيب زايغ. تركيبه أصله عنده صار عرضي مرض يعني. كثيرا ما بعرض على النطفة أو على الدم أو على المضغة، يعني العلقة أو المضغة، بعرض أمراض جوا بيت الرحم. مرض بيجي عارض بيطلع الولد يا عقله صغير يا أحول يا أعمى يا يا يا، لكن حكيم العقل الصغير بيعامله على حسب عقله، ما بعمله على حسب عقل كبير إيه ما بيصير، ما مضبوط على العلم بس عقله في 105 ما عمله في 105، حسناته في 105 وسيئاته في 105، حتى حسابه حتى كله على هذا الشكل. هي من ايش؟ من الحكمة الالهية، مو من الرحمة، من الحكمة الالهية، هكذا بقصدي. هلا في بعض ناس اذا عمل عمل ما بيسوى بنقول له روح كله الشيخ صار له خبر نكتفي هيك. في ناس ما بقول له الشيخ صار له، بقول له الشيخ صار له خبر، هذا اعلى وارقى وارقى. وفي بعض ناس بدك تجي تهزه وتضربه وتجده وتصير مصر، هذه كلها مراتب، الوجود كله مراتب من اولها الى اخرها، هذه زاقها التابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. كل المراتب جاءوا عشرة الى صلى الله عليه وسلم، سألوا سؤال واحد، قال يا رسول الله دلنا على افضل الاعمال العشرة. واحد قال له بر والديك، والاخر قال له عليك بالجهاد، والاخر قال له لازم تقطع بالفجر، والاخر عليه قال له كسر نومك. كل واحد عطاه غير الاخر. ليش؟ من باب الحكمة مو من باب الرحمة، من باب العلم. لا تفهموا، العلم بده يكون ما من اسم من اسماء الله الا فوق اسم الحكيم. قال لك الله غفور رحيم، قال له والله انا ما بعبده، لكن جنبه شديد العقاب كمل. غفور رحيم لمين؟ للمظلوم. شديد العقاب على مين؟ على الظالم. اها صرت تماما كمالا. اما غفور هل بده الله غفور؟ بكذب، البول بده يغفر، بكذب هو بنفسه. قال له تعال هون يا استاذ، انت بدك تكون غفور رحيم؟ قال طبعا. قلنا له الك؟ قال طبعا الك. قال طبعا. قلنا له ارجع طف عليك على البيت، زنى بنتك وذبح ابنك واخذ مالك، غفور رحيم. قال ايه غفور رحيم؟ ما بقى يتعرف في غفور رحيم، بده شديد عقاب. لا، شديد عقاب على الظالم، لكن المظلوم غفور. فهموا الله اسماءه كلهم وزع اولادي، هذه بدها معرفه الهيه. كثير في بعض قضايا من الآيات القرآنية عم بنقول نقل، قال وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. هذا كلام مين؟ هذا بقوله سيدنا يوسف، كذبوا هذا ستنا زليخة، ليه يجيبوا سيدنا يوسف هون؟ ولا بنت الأولى سيدنا يوسف رسول معصوم، هو بقول ما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة، والله أنا نفسي ما بأمر السوء، أنا العبد الفقير، فكيف المعصوم؟ أنا ما المعصوم، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، كل الرسل معصومين. بيقول وما أبرئ نفسي، لا هذا لزليخة، نقل الحق عم بنقول هيك قالت. وآيات كثيرة الحق عم بنقولها عن زليخة أو عن زيد أو عن عمر أو بكر أو كذا أو ما شبه. هي الإنسان بده يفهمها، بده يعرف بإيه؟ بالنور الإلهي. سيدنا يوسف مع سيدنا زليخة، لما المفسرين كلهم قاموا وقعدوا على سيدنا يوسف عليه السلام، لما طلبت منه ستنا زليخة يجلس معها يختلي معها
حتى تسألوا قضية محبة. موعد محبة ولكن نزية. ما يسمع له. ما يقدر. بعد قالته همت به بدها تضربه. ولقد همت بضربه ببطشي. قال ولقد همت. ولقد همت. وهم كمان حكيت قال. قال هم بالزنا وهمت. والله كذبة. ميت كذبة. الرسول ما بعفوها هي. ما بعفوها بتاتا ابدا. لانه محفوظين. الرسل خلقوا على الاسمة. ما بعفو مخالفة ابدا. ولقد همت ان تبطش به. ليش? طلبته. القرآن ما بذكر كل قضية. القرآن ذكر مسألة. وكفى. فهمني في الف مسألة في المسألة. سيدنا العزيز. ما هو سيدنا? العزيز كان يعلم ويعرف مرتبة سيدنا يوسف عليه السلام وعفة سيدنا يوسف عليه السلام. هذه تطلب منه مو تطلب زنا. اصحوا دير باكم. كان ما تزوج فيما بعد. اصحوا. هذه ما تعمل لأهل السير. اهل السير اهل المحبة تعموها. تطلبوا بدي اياه انا كانت معي اطلب اساسيتي. ويهربوا مني. هذه سبب. هذه نحن زقناها في السير والحمد لله رب العالمين. تطلبوا بدي تجالسوا بدي تبدأ. السيد يوسف عليه السلام امرأة. ما هي رجل. تقعد معها. مو طلبت النجمة. اعلى من ذلك يجي. اعلى من هيك. لانه عندها شخصية. عندها شخصية ما في اكبر من شخصيتها الا شخصية سيدنا يوسف عليه السلام. مو تخملوا عشق جماله. جماله الصوري. لا. عشق شخصيته. لما الانسان بيشوف شخصية بتعشقه. حقيقة بتعشقه. مو جمال. كماله لذاته. عفته. كرمه. شجاعته. فهمه. تعليمه. تحقيقه. هذا حبه اكثر. هذا حبه بتملك بكل ذرات الانسان. هذا اسمه حب ذاتي. مو بجهة. بكل ذرة من ذرات الانسان. كستة زليخة رضي الله عنها وارضاها. لانه تزوجها بعد سيدنا يوسف عليه السلام. لما انطلبت منه مرة ومرتين وعشر وعشرين ومية ومئتين همت ان اعطي انا ما خليت اللي من السيادة شيء. انا ستك بالصورة بس. وانت رقيق عندي وانت غلامي وانت اجيري بالصورة بس. ايه بقول لك ما بتسمع لي. همت بدها تقول ايه بطش على عينيك يا تاجر. ايه تطش والله ما في هذه دعرة. لكن بالصورة. همت ان تبطش من حيث سيادتها. دل هالعمل هذا عمل شخصية. عمل ذات شخصية قمعت كل شيء انت تتوجه اليه اكراما لمرتبة اللي الله عطى اياها. لمن همت ان تبطش به كذلك اراد يقابلها بالمثل. لانه هو رجل. الرجال يقومون على النساء. لولا ان رأى برهان ربه. قال ازك سيد يوسف? الله. ازك سيد يوسف? قال له يا رب تضربي بدك تعمل لي بدك امرأة تضرب. قال له لا لا يا يوسف هذا البرهان. ها فهموا البرهان برهان سيدنا يوسف من الله. قال له لا يا يوسف هذه ما في عقل. هذه بتحبك زبة بتحبك. ايش تعمل? قال له هروب. ما لك الا تهرب. اذا هربت بتجو. نهزم وين بنزل. والله كان طيارة بدك تجيبه. كان دكت فيه. هو طاير راقد وهي قوطة قوية طلعت توب بايده. وقال الباب عم بفتح. هو راقد وصل الباب بفتح ولا العزيز عم بفتح. دبر الشيخ القضية. دبروا خاصها مخلصها كلها بالكمال. كلها نظيفة طاهرة طيبة كلها طيبة. ريحة عطرية. لما شافته قالت ما جزاء من اراد. لانه شاف شعره منكوت وكله. ما كان قبل اسلام ما اسلام وحجاب ما كان. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يرجل العذاب الاليم. كمان بالصورة قالتها. متخلوها بالحقيقة هي. ايه? هناك قال هي راودتني. هي اللي طلبت. هي اللي حطني. هي اللي عاملتني. هي عم تطلبني. وشهد شاهد من اهلي. هذا فك القضية. وشهد شاهد ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهم الصادقين. فلما رأى قميصه قد من قال انهم كيدكن ان كيدكن عظيم.
يوسف أعرض عن هذا، الله يستكسرنا، لا تفضحنا، لا تك أمام الناس، لا تحكي الحكاية، خلوا بيننا وبينك معروفة نحن مستورين وعائلة كذا. يوسف أعرض عن هذا، الله واستغفر لذنبك إنك كنت من الخطأ. زاجة بيقول العزيز هو زاجة لما رأى عنده خبر، العزيز عنده خبر، أولادي ما يقضي يتمرن 200 و10 و20 و50 و100 و200، قول لها بيرجع عنده وبيرك عنده، ولا ما هو بيرك عنده ربتهم من صغره لكبره إلى آخره. إيه لكن تسي وحدة، قلت لكم الرسل غير نحن، نحن بصير ميلاد كرسي لكن نصل لمرتبة الحق بحفظنا، لكن الرسل بولدوا بتجيبهم أم المعصومين ما بيعرفوا ابدا مخالفه بتاتا، نحن بنعرف المخالفه ولكن الحق بحفظنا ما بخلينا نقع. هذا الفرق بين الحفظ وبين الحكمه، ضروري تفهموا بين الحكمة وبين الحفظ. الحفظ اجت القطعه طريقة خير الدنيا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه شو كان؟ كان مشرك، كان يعبد الصنم، وكان يعمل عجل صنم وزجاجة كده، وقد بنته وشرب الخمر وقتل وضرب وما خلى شيء. لما صدع مع الله جعله الله ثاني خليفة في الإسلام. قال رضي الله عنك يا أبا بكر، لما صار خليفة رضي الله عنك يا أبا بكر أتعبت من بعدك. شو أتعب من بعده يعني؟ يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما صار خليفة عمل لنفسه معاش، ممكن لا إذا نقصوا المعاش بخرب الدنيا، لا هذا عندنا هي قاعدة مضطردة، بس يقول واحد بحب الليرات بنفهم ونحط عليه صفر قطعا، نكبر الدقن نكبر اللفة ونعمل ايش من عمل ما نستطيع أبدا. هو عمل لحاش أدب قديه مثلا 10 مجيديات 5 مجيديات قديه بالشعر هو وزوجته وأولاده. يوم بعد شهرين 5 سنة اكثر اشتهت على اكلة حلوى زوجته، مساكين ما داقوا لا حلوى ولا ملوى. قالت له يا خليفة رسول الله ايش تهين عن ايه؟ قال ايه بتعطي ما معي منين بدي اجيب لك؟ قالت له انزلني انا شي 10 15 يوم بوفر. قال له ولكي شوف بعينه بقى بعد 10 15 يوم وفرت عملت حلوى. قال لها اذا بعدي ما عنده عرض راح باعها وفت بيت البيت المعاش كان ياخذ زيادة فانجو بجيب تخبرك ايسي وبعدها صار ياخد اي معاش. شو المعاش؟ انت الله الله هلا اجا واحد انا اتنقصك المعاش تقوم الدنيا قوم ضيابة تعم يا لطيف تعو خط مختمه وعمله. لا الميزان عندنا اولادي مو الدنيا، حب الدنيا، الدنيا ما ميزان، الميزان حبها. ما رسول سلام يوم ايام زم ومدحة، زم ومدحة بالنسبة للرجال قال نعمة الدنيا مطية المؤمن يعمل هكذا وهكذا. ايش مطية مين؟ المؤمن. الايمان عم بأمره بالصدقة بالزكاة بالارضة، هذا جاره هذا عاجز هذا كذا هذا كذا هكذا. وقال الدنيا جيفة وطلابها كلاب. مين بطل الجيفة؟ بطل الجيفة 2، واحد انسان اسمه قرباطي بياخذ موسى وبالحق مشان ايش الجلد، والكلاب وراه بعد صار يشاركهم. كان يقبل واحدة بس، القرباطي كان ياخذ بس الجلد، قال صار ياخذ العظام كمان. قال لا المسكين الكلب ما بقى له غير اللحمات بس، والغلاء العظام عم بيعه والجلد عم بيعه وكل عم بيعه وهكذا. شو بده الانسان يكون كلب؟ هاتا شو انا الله اعطاني عشعوش، انا هالعشعوش اعطاني حتى زينه وحتى زيني خلص اتي والله بزيني 100 واحد مثل كده. شو بده زينه؟ جاري فقير عدوي بيني وبينه قتال، لكن جوعان ببعثهم تحت تحت. برهن الاخلاق المحمدية اللي الله امرنا بها سبحانه وتعالى. مين ما كان يكون طويل قصير عريض محب غير محب مهما كان، ارجو الله ان يكون هالعمل لما عملناه
للعدو ان تزول العداوة بهذا العمل اللي عملناه، وهو كذلك وهي رأيناها كثيرا كثيرا ما رأينا بيكون عدو لما منعامله بالحسنى. انا جلس معي من جديد، ما بدنا نسمي الاسم، من جديد واحد اجى علي غضبان غضبان قد السماء والارض. يا لطيف يا لطيف، انا الله يساعدكم من عونه على الغضب هذا، حجب عن الله ما بشوف الله، انا ما بشوف غير الدنيا ومال. انا حكيت معه كلمتين اشوف هش هش ضحك كذا، بعد كل يوم صار يمدحني بمدح، انا ما بحسن بمدحه، غيري ما بحسن، المحب اللي ما بقدر نعد بمدح، تلكم اقوى واقوى واقوى. ليش؟ عطيته اللي بحبه بس، اكثر فيك ما في، ايش بحب الدنيا عطيته الدنيا اكثر فيك ما في، ايش عدا انبسط، ايش عدا انسرت، ايش عدا هو انبسط، ايش عدا انسرت، ايش عدا انبسط الملائكة، الملائكة ايش عدا انبسط رب الملائكة، ايش عدا انسر الوجود. هكذا الدنيا اعطانا اياها الله وقال وانفقوا، يعني انتوا الامرين، مو هي، هي مأمورة، هي تحت امرتنا، نحن نوضع مو هي تضعنا، بنحطها في محل. قد يكون واحد بقول لك يا شيخي مالك بتعيفاق، ايه هيك في بعض، في بعض ناس والله يا ولادي، بعض اوقات كنت اشوف مرة عدى شخص بعرفه سارق مالي وجايب هالمال هذا، انا ضل ظهري استحيت، انا استحيت منه، استحيت ضل ظهري له، قال لي وقت، قلت له هذا سرقه من عندي ولكن ما بدي افاته، ما عندي استعداد، ما عندي استعداد. الدنيا ايش الدنيا، الجيفة ايش الدنيا، الجيفة ايش، نحن الدنيا عرفناها حتى نحطها في محلها، حتى نردهم الى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت انا في غير الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا، كان يحب قتل الكفر ما يحب قتل الكافر، اي ما رأيته في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. بيجي بالدرجة الثانية سيدنا الصديق، بس هدوش ابنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ما يحب قتل الكافر ابدا، كان يحب قتل كفر الكافر، عداوة العد، ليه؟ حتى يردوا الى ربه، يا ولادي اكفر كافر افسق فاسق عبد لله، ونحن عبيد لله، والله بقول هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. والله ايش ضلال، بين ظاهر ضايع وضال، اي ضلال، لا لا، نحن فهمنا هالرجل بدنا نرد لحقيقته، وبس رجع لحقيقته رجع لربه، ما في حاجة إلي ولا غيري ابدا البتة، نحن عبارة مبين بيان، وقتوا البيوت من ابوابها، بس بس وصلنا لحقيقته، وصل اللي بدي هو منه، هو بعضه اكثر يمكن والله اعلم، فهمتوا، بس ردوا لحقيقته، هالغضب يزيلوا له اياه، لا تخلي يغضب، قد ما بتقدر الانسان اذا غضب راح، هذا الشيطان وكثير في صفتين كان يشوف حاله علينا، ونحن بهالصفتين حق ميزنا وجعلنا اسياد وجعلنا خلفاء الحظ اليه بهالصفتين، اولا صفة الغضب، ثاني صفة الشهوة. الناس ما تفهم الشهوة، الشهوة ولادي ما في اجمل ولا اكمل منها. هلأ لو ما تسوي يا محمد دوله، لو ما تشتهي تجي على الدرس، منين تجي على الدرس؟ ما تجي على الدرس، لو ما تشتهي تجي على الدرس، بيجي حدا بهالبر بهالكذا، ما بيجي على البر، ما بيصيروا على الحجاز، ما بيصير، ما بيشتهي يتزوج، ما بيتزوج، ما بيشتهي يزور صلاة، ما بيروح. اذا الشهوة من اكبر كمان. هلأ الناس يقولوا على الشهوة فمو على المخالفة، لكن لا لا، ثم الغضب اكبر سلاح بيد الغضب. مثلا رجل ماشي وزوجته معه، واجوا ناس تعرضوا لعمرته، هذا اذا بعد الغضب بياخذوا مرته، لانه وجدت من جديد في رمضان، ناس اخذوا له مرته، ناس خلصوها، ايش ايش عم في فرق بين هذا وذاك؟ زوجتك انت لازم اذا قتلت الارض كلها تثاب على ذلك، ارضك ارضك ناموسك، وليش حياتك انت؟ وحياتك بعد مشان ايش؟ لازم الكون الغضب هو سلاح. لكن اين غضب؟ الغضب لله مو الغضب. جاء رجل قال رسول الله دلني على افضل، قال لا تغضب، جاء من طرف الثاني قال لا تغضب، جاء من طرف الثالث قال لا تغضب،
لانه الانسان لما يغضب بس يقوم يتفرج بالله في المريض، بالله يتفرج في المريض شوف الشيطان بذاته ابدا، حسد عيني حمر ودج عم بطرق جسمه نار لا شك ولا ريب. هذا اذا كان الغضب بغير الله. ونيل قال من استغضب ولم يغضب فهو حمار، زوجته معه وجم ياخذوا له زوجته منه، هذا واجب عليه يغضب، هذا بقادر الدنيا كلها على بعضها. مين بتجاسر عليه؟ اللي بحب الموت غيره بكرهه. يا اولادي الغضب ان زينه، زينه من اجمل الزينه. مره رايحين الى الحرب الغزو الصحابه، والا سيدنا ابو عبيده رضي الله عنه امير الجيش، شوف خيال قدامه، نادى عنده الامير هندو عنده من كلام الله يطيعوه، نادى يا حيان يا حيان يا فارس. وقف ما شافوا غير عيني، من انت؟ قال له انت مين؟ يعني زوج خادم الوليد. قال له وين؟ قال له سمعتك تقول وحيط بخالد اريد خلصه. ايش هذا؟ زوجة سيدنا خادم الوليد اسمه تميم وحدة قبل الجيش قالت له انا سمعتك تنادي خالد احيط به، انا رايح عليك اجيبه خلصه. ايش هذا؟ هيدا ما يكون عندها الغضب، ما بتقدر العمل، ما بتقدر غضب اللي عندها ما بقى تتبالي، ومهم بيجي منها غير عينيا بس. وكله قال لا لا قال لا مين؟ مين السر؟ قال له تميم زوجة خالد بن الوليد، عرفته امير المؤمنين لسيدنا امير الجيش سيدنا ابو عبيده. قال وين؟ قال سمعتك تنادي تقول خالد وحيط به، انا رايح عليه خالد. هيك اولادي ولك ايه هذا؟ لولا الغضب عنده ايش بيسوي وحده بدون قاتل امه؟ هكذا كانوا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نسائهم بدلوا. قال هلا بده يقيسوا النساء كانوا يحاربوا ايه؟ ايه كانوا يحاربوا هيك؟ كله كان على هالشكل هذا يطلع. مين بتجاسر يحكي معه؟ ما حدا بتجاسر. زريد قالت له هند للرسول صلى الله عليه وسلم لما بين على مبايع ولا يزينا، قالت له يا رسول الله وهل الحرة تزني؟ ما بعرفوا هي. قالت له هل الحرة تزني؟ العرب ما بعرفوا الحرة تزني ابدا، الزنا معروف رقيقة وما شبه ذلك. فكانت هذه ستنا تميم غادها الغضب تتخلى الزوجة، قالت أنا سمعتك تنادي خالد وحيط به، يعني ضربين عليه العدو. أنا لا أشك أنه بتخلصه، لا أشك القوة الإلهية كلها معها، سارة في القوة الإلهية. لولا تشهد وتعلم وتتيقن أن أمير الجيش حكمه حكم الله ورسول الله لما وقفت كانت، لكن هكذا يعتقدون. فهذا الغضب، فالشيطان لمن الله امره بالسجود لسيدنا ادم لانه ما بيعرف طوشي خفيف العقل، لما امر ابا واستكبر وكان بكافرين راد الحق يسألوا تيسمعنا انها دير باكل. قال يا ابليس ما سمى يا شيطان ولا يا ابا مرة ولا يا عزازيل ولا يا حارث، سماه باسم الايش؟ ابليس، يعني يا من تلبس عليه الامر، لا تكون تلبس عليك الامر. جل جل علمنا كيف نحكي. يا ابليس ما منعك ان تجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ طبعا ما كذب، قال انا خير منه. ليش؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. هي قلناك فيه صار كم مره من عيدة مرارا، لأنه هذه من قواعد الوجود إذا فهمتوها ما بقى عندكم إشكالات. هذا كان كلامه كذب محض، قال أنا خير منه. ليش خير منه؟ قال خلقتني من نار خلقته من طين، معناها قال يعني أنا من نار لطيف والطين كثيف، هيك معناها. من قول له لك يا طوشه، أول عم تكذب بدون شعور منك، عم تقول خلقك من نار والنار مشأنه اللطف، كثير سلمنا لك تسليم جدلي. اللطيف لمن امرك يا لطيف ليش ما سمعت له؟ سكت، اسكت عنده جواب. قل له لا نرجع بقى، قال لك من اول كلامك كله ما هو صحيح. النار
ما هو شأن اللطافة، اللطافة شأن النور ولادي. أي فموها فموها طيب ها طيب. النار من شأن الخفة والطوشنة. هكذا صار وقت الصلاة فاتحة. ما تنجينا كنعبود. وين المضوب يعني هم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. افضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اصلح امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاخوال والافعال والاحوال والاخلاق. واجعله يا رب روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الاخرة يا عظيم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض. لا اله الا انت سبحانك 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 إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.